ابن تيمية رحمه الله تعالى لما شرح حديث ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، قال التشدد في الدين. عشان تعرف شوف شوف العلماء بيفسروا كيف، كلام مميز. التشدد قال أن تنسب إلى الإسلام ما ليس منه، ده التشدد. لكن الشيطان يجيك انت انت عامل لحية، اللحية دي من السنة، ولك بالله شوف ده مشدد كيف الله يا زول، ده ما تشدد. التشدد تضيف للدين ما ليس منه، كويس؟ خاصة كان دخلت على بنات عمك وقلت لها السلام عليكم، ازيكم يا كده، كيف حالكم؟ طيبين؟ وعيد مبارك عليكم. يقول لك ده شنو ده؟ ده شنو بتسوي فيه ده؟ انت بقيت مشدد بالله؟ يا ناس انا ما مشدد، لكن بنات عمي ما بجوز سافعين في الدنيا، بسلم عليهم وطيبين وعيد عليهم ايش، لكن من بعيد. بس السلام عليكم طيبين وكيف حالكم؟ كده. لكن ما بخش عليهم جوا الوحده في المطبخ تنفض ايدها من البصل وسلم عليه طبج فيها الدين طبج. يا ناس انت عارف لو ما عملت كده المجتمع ده طلعك مشدد، يقول لك شايف خلاص ده انتهى. انتهى وين؟ هم لسه ما بدا ذاته. ده ما التشدد. قال التشدد، انت الحاجات دي لو فهمتها تفهم الشريعه صح. ان تنسب الى الدين ما ليس منه. الليله لو مسكتها نموذج بسيط، بتلقى الآن لو سألت المجتمع قلت لهم من هو الولي الصالح؟ طوالي بتلفت لك على واحد لابس سجل لابية وسخانة وفيها 18 لون، كويس؟ وله شهرين ما استحمى وعنده شعر بهيني ولافي جايبه بيجاي وشنبه طويل داق لين بطنه، كويس؟ يقول لك شايف ده؟ ولي صالح. يقول لك ليه؟ صلاحه في شنو؟ في الوسخ؟ الوسخ صلاح يعني؟ ولا الجلابية المرقعة؟ لا لا ده ما صلاح، لأنه ده نسب إلى الإسلام ما ليس منه. يعني أنت عشان تبقى زاهد، هل أنا عشان أبقى عابد لله ذول عابد وبخاف الله وذاكر، هل أنا بحتاج ألبس جلابية وسخانة؟ ما بحتاج، وليس من الدين. معلش ممكن أكون أنا وسخان لأني شغال، أنا جاي من الشغل، أنا ميكانيكي طلبة، كويس؟ أنا سايق لي كارو، أنا وسخان ما عبادة، ده شغلي كده بيقتضي إنه أكون وسخان، ما في مشكلة، ها؟ ما في مشكلة. لكن يومك التوسخ وتقول ده دين الله بيديني فوجر، دي المشكلة هنا. إذا يا إخواننا التشدد اللي بيخرجك من الوسطية أن تنسب إلى الإسلام ما ليس منه. يعني انا الليله عشان ابقى زوج ذاكر وعابد لله ممكن اكون زوج ظريف جدا ولابس تمام وطالع الشغل نظيف، كويس؟ وهيبه وعطر جميل وكله، ها؟ وتركب المواصلات ولا تركب عربيتك ما في مشكله، وتكون ذاكر لله بتسبح سبحان الله سبحان الله، ها؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تقول فيها اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ماله؟ هل بحتاج الا اكون وسخان؟ لا، الوسخ ده اضفت للدين زياده، والاضافه للدين دي بتنفر الناس. يعني هسه لو في خواجه دار يخش الاسلام جديد، اول ما جاء داخل نزل من الطياره طوالي سارك انت، قال لك يا مولانا كده وريني يا اخي نموذج بتاع زوج صالح عندكم، انا دار اخش دينكم ده. انت طوالي اتلفت جنبك لقيت لك واحد الجلابيه مرقعه والشعر له 60 يوم ما غسلوه وشايل له ابريق ولافح له ملفحه فوق لراسه، فهمت؟ عاينت فيه كده قلت له خواجه ده الطب عندنا احنا فوق ده، ده نموذج عالي، ده فوق خلاص درجه الزاهدين. الخواجه بيركب الطياره الجبازات وبيفوت ما بخش، لانه ما ممكن يكون ده نموذج للاسلام. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء، قال فصرت انظر الى القمر والى رسول الله فاذا هو اجمل من القمر عليه الصلاه والسلام. انت الدين ده قال لك وسخ؟ ها؟ لا لا.
وليس هذا من الدين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم شاف ذول واقف برا المسجد. أنا ذلك تعرف السنة وتعرف الوسط ده شنو ذاته. الوسط مسجد الدين ده يا أخي. بس الوسط رسولنا عليه الصلاة والسلام نموذج. ده الوسط. بعد ده بيجاي غلط. بيهينا غلط. تمام؟ كويس؟ فرجل النبي صلى الله عليه وسلم لقاه واقف برا المسجد في الشمس واقف عليل. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي. طيب قال وماله أو وما به؟ ماله يعني واقف في الشمس ليه؟ قالوا نذر يا رسول الله. النذر بتعرفوه، نذر بأربع حاجات: ألا يستظل ما يخش الظل، وألا يجلس، وألا يتكلم، وأن يصوم. أربعة. الأربعة ديل خلي بالك عشان تفهم القاعدة بتاعتنا، إنه الوسط ما تضيف على الدين، وليس من الدين الإسلامي أن تعذب نفسك. ما تعذب رقبتك ساينتا. الأربعة ديل منين؟ واحدة من الدين والثلاثة ما من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مروه أن يستظل. نمرة واحد، ليس من الشريعة إنك تقف في الشمس، ده ما دين. كويس؟ قال لهم مروه أن يستظل، خش ظل. دي واحدة. اثنين، قال وأن يتكلم. ما في حاجة في الدين عبادة اسمها إنك أنت تسكت طوالي كده. ممكن أنت تسكت عن الكلام الغلط، تسكت عما لا يعنيك، دي أمور تانية، لكن طوالي صامت طوالي ده ما من الدين. فهمت؟ ده زي ما جاب قال من كرامات، جايبه في الجريدة، قال من كرامات رجل في 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 بعرفه في زريبة، قال زريبة أظن في زريبة البرعي ده حسب ما أنا قلت الجريدة، قال سبعة سنة ما تكلم مع زول قافل. سبعة سنة ولا 17؟ 17 صحانة شيخ عمر، 17 سنة ما تكلم معي زول. يا زول صامت 17 سنة؟ ده معناها لا قال الله أكبر، لا صلى على النبي، لا أمر بمعروف، لا نهى عن منكر، مش مقفل كده. ده ما من الدين. قال له الثانية يتكلم، والثالثة قال له ما يجلس، ما يقيف. ما في حاجة في الدين أنا أقيف كده، ده ما من الدين. قال الرابعة، قال وأن يتم صومه، لأنه الصيام من الدين. عشان كده يا أخواننا إحنا الآن عشان نحقق أمة وسطا، ببساطة قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس أي حاجة أنت لقيت الناس بيسووا فيها تسألهم، هو يا ناس النبي سواه؟ يقول لك أي والله. وين؟ رواه البخاري بس خلاص، رواه مسلم، أحمد، الترمذي، ابن ماجه. النبي سواها؟ ايوه الحمد لله، ده دين. اما غير كده انت لو قلت الشده ما دين، انا عامله ساي مثلا، زول لقاك انت ماشي في الشمس، ماشي مالك يا زول؟ لو قلت له ده دين انت كده بتلخبط امورك معانا. لكن اقول لك والله داير اتمشى ساي يا اخي في بريد، هنا برا البريد داير اتمشى بس في الشمس دي، ما في حاجه، امشي ساي بعافيتك، ما في مشكلة. كويس؟ أنت لقوك زول مثلا ساكت ساي، يقول لك فلان مالك ساكت الليلة؟ مالك في شنو؟ عندي ضروس موجعني، خلاص اسكت ساي، ما في تسألك. لكن أول ما تقول لك ساكت تقول له مالك، يقول لك دي من كراماتي أنا إنه أسكت. لا 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 لا، دي لولوك أضفته للدين تبقى دي مشكلة. أما كون الإنسان نسبه للعادة ولكده يبقى ما في إشكال. نواصل إن شاء الله بعد الأذان.